السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كثير منكم سمع عن موضوع الخلل التقني اللي اصاب الكثير من الدول وشل مطاراتها وبعض المستشفيات ويعني بعض المرافق الاخرى. طبعا هناك فريقين أو رأيين يتكلمون عن هذا الموضوع من المحللين والمختصين. ناس تقول اختراق، ناس تقول لا خلل تقني فعلا هو ماكو اختراق. وإحنا من خلال هذا الفيديو إن شاء الله راح نحلل الموضوع ونشوفه ونبسطه في يعني بطريقة مفهومة وواضحة إن شاء الله. مبدئيا الخلل التقني أصاب أمريكا طبعا وألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، توقفت المطارات نهائيا. وهذا التوقف طبعا فالشي صعب جدا، انه مطار، تخيل انت عندك رحلة ومرتب امورك وتلغي هذا الرحلة وما تدري شو وقت يعني الرحلة بعد شو وقت تنطلق، عرفت شلون؟ فهي مشكلة، وبنفس الوقت خسارة للشركات، يعني شركات الطيران والمؤسسات المختصة بهذا المجال، المستشفيات وكذلك بعض المرافق الأخرى الثانية الخدمية المنومنة، بعض منتجات الويندوز أيضا توقفت، منتجات مايكروسوفت عفوا من ضمنها الويندوز. السبب هو شنو كان؟ كان إنه أكو فد شركة معنية بأمن المعلومات على مستوى أمريكا وعلى مستوى يعني مستوى عالمي مو بس أمريكا. هذه الشركة اسمها كراود سترايك هذه مختصة في أمن المعلومات، تقدم حماية وتقدم أنظمة حماية للمؤسسات والشركات يعني المستفيدة من هذا المجال. بعض هذه الشركات عندها تعاقد يعني هي مع مايكروسوفت على وجه التحديد، عندها تعاقد مع بعض الشركات الأخرى اللي تقدم خدمات إلكترونية. تمام، هذه الشركة أيضا تستعين بها الولايات المتحدة الأمريكية، تستعين بها FBI من خلال متابعة وتعقب الهاكرز وإلى آخره من التفاصيل الأخرى اللي يحتاجوها. طبعا مو كل شيء معلن عنه ومو كل شيء معروف، فبالتالي نتيجة لذلك هي تعتبر هدف مشروع للهاكرز بصورة عامة. هذا موضوع. الموضوع الثاني إنه عندك الصين وأمريكا أيضا عندهم هذه الشركة، هي هدف مشروع، لأنه في أحد يعني أوقات استعانت بها FBI لدحر الهجمات أو لتعقب هجمات الهاكرز اللي هم الصينيين والروس. تمام، فهذه التفصيلة أنه هذه الشركة عندها خصوم. تمام، وأي شركة في مجال أمن المعلومات لازم عندها خصوم. تمام، لأنه هي تسد الطريق على الهاكرز والمخترقين عفوا بصورة عامة، سواء كان هاكرز أو كراكرز. تمام، فمبدئيا المشكلة وين شلون صارت وين صارت وعلى أي أساس. المشكلة أنه هذه الشركة تقول أنه عندنا تحديث جديد لأنظمة الحماية اللي وين؟ اللي على الويندوز. تمام، أغلب الشركات أو أغلب المطارات تستخدم نظام ويندوز بالسيرفرات. المؤسسات اللي يستخدم نظام ويندوز ذولا تأثروا من حدثوا التحديث الجديد. شفت الفقرة شون انه قالوا ليش مو كلها؟ ليش؟ لانه اكو بعض الشركات وبعض المؤسسات ما حدثت الانظمة مالتها. اللي حدثوا طبعا عادة التحديث يكون يطلق عادة للشركات الاقرب في الاقرب، فحسب ما يقولون انه هذه الشركات من حدثت صارت عندها هذه المشكلة. المشكلة شنو هي؟ حسب تصريحهم حرفيا يقولون ثغرة في التحديث الجديد، ما قالوا خطأ في التحديث الجديد. هسه شنو الفرق بين الثغرة والخطأ؟ لعله بعض البعض يقول ماكو فرق، مثل الموضوع قبل فترة تكلمت عن موضوع أمن المعلومات والسايبر سيكيورتي، قالوا قلت لهم اكو فرق شاسع بينات، قالوا لا لا شنو هو امن المعلومات ونفسيته. لا، في حين هو مو نفسيته، السايبر سيكيورتي مختص بمن؟ بامن معلومات الشبكه والكمبيوتر. الامن الانفورميشن سيكيورتي او امن المعلومات، امن المعلومات بصوره عامه، يعني انا عندي سجلات احافظ شلون احافظ عليها هنا، انا من سجلات يعني فايل بوكسات وغيرها، عرفت شلون؟
هذا الموضوع يعني من المعلومات قديم وعام ومن أيام الإمبراطورية الرومانية يحافظون على المعلومات، عرفت شلون؟ أو قبلها لعلهم. وسايبر سيكيوريتي اللي هو يكون مختص في مجال تقنية المعلومات ومجال الشبكة، تمام؟ فما نريد نبتعد عن هالموضوع. فالفرق بين الثغرة والخطأ البرمجي، الخطأ البرمجي عادة شغل الشركات شلون يكون؟ شغل الشركات، الشركة طبعا هاي البديهيات، اكو طبعا اكثر من خطوات اكثر من تفاصيل، بس احنا نمشي على البديهيات. عادة يكون فريق برمجي مختص من المهندسين، مهندسين برامجيات اللي والمبرمجين اللي راح يكونون هذا النظام المعين اللي هو المنتوج نسميه. هذا المنتوج يتم اختباره وظيفيا، هذا يشتغل مثل ما خططنا له لو لا. هذا اكو فريق ثاني يسموه فريق الاختبار، زين؟ هذول المختبرين يشيكون الوظائف مال هذا النظام يشتغل مثل ما ردنا لو لا، يشتغل مثل ما ردنا. انه بعد ذلك ينتقل الى حلقة أخرى أضافية أو فريق آخر اللي هو نسميه اختبار، فريق اختبار الاختراق. هذا الفريق يختبر الاختراق، يعني يشوف الهاكرز مين ممكن يفوتون، شنو الثغرات الموجودة حتى يصلحوها قبل ما يطلقون المنتج، تمام؟ سابقا هذه الحلقة الأخيرة ما كانت موجودة، بس من اشتهر الهاكرز واشتهرت يعني هاي المشاكل وزاد الحرص على البيانات، إنه البيانات تكون لازم تنحفظ يعني بعيدا عن التلاعب والمشاكل، فظهرت هذه الحلقة. طبعا هذه ممكن تكون على مراحل معينة، بس احنا حشيناها بصورة عامة. الشركات العادية لا تخلو من هذا الشيء، فالشركات اللي مختصة بأمن المعلومات لازم عندها هذه الحلقة الأخيرة اللي ذكرناها. طبعا الشركات اللي ما مختصة بأمن المعلومات مختصة بالمنتجات العادية، يعني تقدم لك أنظمة ويب، هذه أنظمة الويب. الحلقة الأخيرة تكون هي الشركات مثل كراود سترايك أو غيرها من الشركات اللي هي يسوون اختبار الاختراق مثلا، أو يقدمون لهم نظام حماية بالسيرفرات وإلى آخره. زين، الزبدة وين؟ احنا نريد نروح على الزيتونة على قولة المصريين. وين نريد نوصل؟ نريد نوصل انه هل هذا هو اختراق او يعني خلل تقني كما يوصف. بعض المؤشرات تقول انه يعني حسب وجهة نظري انه ممكن يكون اختراق. ليش؟ لانه عادة انت من تشتغل نظام وتختبره، خلينا نقول ذول المختبرين الاختبار الوظيفي ما اشتغلوا عدل عالية، فصار خطأ معين. هسه احنا خلينا بالخطأ، ما نروح على الثغرة. فصار خطأ معين بالوظيفة. هسه الخطأ ليش يختلف عن الثغرة؟ الخطأ انه انا عندي مجموعة امور، مجموعة وظائف اريد هذا النظام يؤديها، واحدة من الوظائف ما تأثر على باقي الوظائف، هذا ممكن يكون خلل، يعني ما مشتغلها بصورة صحيحة. واحدة من الوظائف ما ماخذ كل الاحتمالات، وهذه بعض الاحتمالات اللي انا ما مخليها ببالي وما مخليها ضمن النظام، هذه ممكن توقف النظام، نسوي له ديد لوك او يشتغل يعطيك نتائج عكسية، ممكن نتائج مو صحيحة، تمام؟ زين، الثغرة شنو؟ الثغرة ممكن من خلالها يتم استغلال هذه الثغرة والدخول للنظام، دخول للبيانات، عرفت شلون؟ كسر نظام الحماية ممكن من هذه الثغرة. يعني هذا تخيل انت سور حصين واكو فتحة صغيرون، هاي الفتحة تقدر تدخل بيها تفوت للسور كيفك، شو تريد تسوي؟ زين، تريد تاخذ، تخيل بستان هو موجود هناك، تاخذ فواكه، شنو اكو، تاخذ تسرق منها حشاكم او تسيطر على هذه الموارد الموجودة وتخرج ممكن من هذه الثغرة، تمام؟ فهذا الاختلاف بيناتنا. على كل حال، فهم شنو ممكن تكون هذه الثغرة أدت إلى الاختراق اللي هو احنا نرجح، انا ارجح هذا الرأي. طبعا الاختراق راح يكون على نوعين، يا اما ممكن يكون لا وجود للثغرة ولا مشكلة بالتحديث الجديد، وانما هذه سردية او حبكة قصة على مود يمشوها على العملاء، والنتيجة هي ممكن اختراق من خلال هجمات الحرمان من خدمة ديدوز. طبعا الديدوز الى نظام حماية انتي ديدوز، هذا يحافظ لك على السيرفرات، بس من تكون الهجمة شرسة وقوية ممكن يتوقف النظام ويتوقف السيرفر ويتوقف كل الخدمات.
هذا الأمر وارد، وممكن لا، ممكن فعلا هاي الثغرة موجودة وتم استغلالها، لأنه قلت لكم هي هدف مشروع لكل الهاكرز وخصوصا الروس والصينيين اللي هم متربصين في هذه الشركة طلبوها ثار. تمام. فموضوع آخر يأكد هذا، طبعا الكثير من المحللين والمختصين تكلموا، بعضهم رجح أنه ممكن يكون اختبار، بعضهم تبع الروايات الرسمية الخاصة بهذه الشركة. زين. طبعا الأنظمة اللي تأثرت كلها أنظمة ويندوز، كل الأنظمة الويندوز اللي هي تأثرت، اللي تعتمد على حماية الحماية المقدمة من هذه الشركة. تمام. أنظمة اللينكس ما تأثرت، لأنه تعرفون اللينكس يختلف عن يعني من ناحية الكيرنل، من ناحية الكومبايلينج، من ناحية كل شيء يختلف عن الويندوز، لأنه ممكن تجيب فيروس مال الويندوز يشتغل على الويندوز يوقف لك النظام، تشيله تخليه ب على لينكس ملف عادي ممكن تحذفه وانتهى الموضوع، عرفت شلون؟ فهذا الفرق بينات إن أنظمة لينكس اللي تستخدمها روسيا طبعا ما تأثرت، بعض الدول اللي تستخدم لينكس، طبعا الإمارات أعتقد عندها أنظمة بديلة فتأثرت شوية وانحلت كل المشكلة، على خلاف أمريكا وغيرها، لأن ظهر ما أعرف، لأن ما عندهم نظام بديل، أو لعله المشكلة شايدة مثل ما يقولون. زين. فمبدئيا أنا أرجح الرأي الثاني اللي هو ممكن يكون ديدوز بدون أي خطأ بدون أي شيء، وهي مجرد سردية لإقناع الناس، أو ممكن يكون فعلا هذه الثغرة وتم استغلالها. أما فيما يخص أنه لو كان خطأ تقني، ممكن صرحه وقالوا خطأ، ليش هو يحط نفسه؟ يعني هم اللي يصرحون ويتكلمون، حتى لو مو مختصين، إعلاميين الشركة بس يأخذون التصريح من المختصين. المختصين ما ممكن يتكلم ويعني، أو لعله ممكن يكون خطأ بالترجمة، وصلنا أنه قالوا ثغرة بدل من الخطأ، ما أعرف. بس من حيث المبدأ أنا ما طلعت على يعني الوسائل الإعلام اللي يعني الرسمية أو الإنجليزية أو الأمريكية، فما أعرف، أكثر شيء اكتفيت بالتصريحات اللي دين قلبتها بها من خلال وسائل الإعلام العربية. فإذا كانت ممكن خطأ بالترجمة أوكي، بس هي ما أعتقد خطأ بالترجمة، إن فرق شاسع بين الخطأ المشكلة وبين الثغرة. تمام. هذه كلمة لوحدها وهذه كلمة لوحدها، ما ممكن أكو تشابه بيناتهم. فعلى كل حال إحنا الوصل يعني من خلال اللي تكلمت بي عن هذا الموضوع، إنه أردت أوصل لك الفكرة إنه ممكن يكون 60-70% حسب ترجيح إنه يكون ممكن اختراق، و يعني حبوا يغطون هذا الموضوع بهذه الطريقة. طبعا أنا ما أعترف بهاي السوالف مال المؤامرة وغيرها، بس عفوا هذا مجال يعني مشتغلين به، ونعرف أنه ممكن التأثير على السمعة من خلال، يعني تخيل أنت عندك شركة معينة تقدم حماية، وأنت اللي تقدم حماية يتم اختراقك مثلا، عرفت شلون؟ فأنت شلون راح تحمي الناس؟ فهاي مشكلة يعني تقلل من العملاء، تقلل من الاعتماد عليها، قد يكون هنالك مثلا بالعقد يضاف فد شروط جزائية، تفاصيل أخرى تتحملها هذه الشركة، يعني عبء عليها، يصير عبء بالإضافة على العبء الحالي اللي هو أنه لازم يحلون هذه المشكلة. طبعا من ضمن تصريحاتهم أنه قالوا يا بإحنا حددنا الخطأ، حددنا المشكلة اللي هي ثغرة أمنية، ثغرة في التحديث الجديد، وسيتم العمل عليها يدويا، يعني يحلون المشكلة يدويا. هسه شلون يدويا؟ ما أعرف، يعني ممكن يعني ينزلون تحديث جديد، أو ممكن يروحون على السيرفرات يسوون أكسس على السيرفرات واحد من السيرفرات الموجودة ويحلون هذه المشكلة، يسوونها فيكس وتنحل المشكلة. طبعا هاي الفيديوهات أتمنى أنه تنال إعجابكم، وإذا حابين
يعني هكذا نوع من الفيديوهات. طبعا أنا بالي فد موضوع مهم إنه موضوع الاختراق بالنسبة فيما يخص مثلا إذا يعني أكو سؤال يثار دائما يقول لك إنه مدام الدول متطورة كلش فش عجب ما يصير اختراق على مثلا الثالوث النووي اللي موجود مثلا بأمريكا أو بروسيا أو بالصين أو بالدول النووية، هل ممكن يتم اختراقه أو لا؟ زين، هو من ناحية تقنية نقدر نقول ممكن، بس من ناحية عملياتية خلينا نقول ما ممكن يترتب عليه الكثير من الأمور. إن شاء الله إذا تحبون هيك موضوع اكتبوا لي بالتعليقات حتى هي لكم فد حلقة حلوة مرتبة، وهذا طبعا كله فيما يخص أو في ضمن سلسلة تبسيط العلوم. هذا الفيديو إذا نزل قبل المنح، أكو فد منحتين عندنا أو ثلاثة إن شاء الله راح نتكلم عنهن، فاللي يحتاج تسجيل وتصوير، أنا سجلت هذا الفيديو بالبداية فما أعرف راح أنزله هو هذا بالبداية ينزل أو أنتظر المنح أكملهن. من حيث المبدأ عفوا إذا نزل هذا الفيديو فخو انتظر المنح إن شاء الله راح يصير وراء، وإذا نزل المنح فراح يكون هذا الفيديو في بعدهن إن شاء الله، والمنح راح تكون هي منحة مصرية ومنحة فرنسية وأعتقد منحة سويسرية، ثلاث منح موجودة إن شاء الله للدراسة، وتفاصيل راح نتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. عندي قناة ثانية يعني إن شاء الله إذا نجحت راح نتكلم فيها يعني فيها عن مواضيع أخرى بعيدا عن تفاصيل المنح الدراسية والدراسة بالخارج وإلى آخره، مواضيع أخرى إن شاء الله نختارها، أخليكم الرابط بالوصف وأتمنى تشتركون بها ودعموها إن شاء الله. إذا صار المشتركين ألف أو عبره الألف حتى نتوجه عليها إن شاء الله. فنشوفكم إن شاء الله، طبعا لا تنسون تشتركون بالقناة لأنه يعني على الأقل نوع من الحافز حتى نكمل وياكم إن شاء الله. واللي دا أشوفه تقريبا بحدود 78% أو 77% من اللي يشاهدون الفيديوهات ويشاهدوهن، طبعا يشاهدون الفيديو للنهاية معناته دا يستفاد من المعلومات، هم من غير المشتركين. فأرجو اللي يشوف الفيديوهات أرجو أن يشترك، وإن شاء الله بلكي يصير مجال يكون نبث مباشر. على كل حال نشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات اللاحقة، في أمان الله. Bye-bye.